كل أزمة دايما نقول وراء كل محنة منحة، وكل محنة ومشكلة وراها فرصة كبيرة لأننا نتغير، لأننا نحسن حاجة، وده بيحصل طول الوقت. لكن ورا كل محنة كمان شوية الناس اللي بنسميهم كده النباشين، اللي عايز يستفيد من أي أزمة أو أي مشكلة أو أي مصيبة بتحصل في البلد، فهو ليه نصيب في هذه الأزمة يعني. طبعا القمح والتحدي العالمي في توافر القمح والنجاح الكبير اللي مصر عملته بشكل استباقي في ان يبقى عندنا مخزون يكفينا باننا نزرع قمحنا، زي ما بقول لحضراتكم دي محنه وكان وراها منحه، بس الحقيقه ان احنا كمان كنا خططنا قبل ما المحنه حتى تيجي او الازمه العالميه في القمح تيجي، فعندنا تخزين وعندنا يعني بدات عمليات التخزين والتوريد القمح، لكن برضو ظهرت كالعاده محاولات الغش في تخزين القمح. وزاره الداخليه بدات بالفعل في حملات موسعه للتصدي لمحاولات تهريب ومحاولات خلط، محاولات يعني اي انتفاع من مخزون القمح المحلي على مستوى الجمهوريه. والاداره العامه لشرطة التموين والتجارة تمكنت بالفعل من ضبط 84 قضية، تخيلوا في شهر 84 واحد حاولوا الغش الخلط في مخزون القمح المحلي. تعالوا نشوف. مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقا لضوابط محددة بهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية خلال ما يقارب الشهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي. أبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال بمضبوطات بلغت قرابة 11162 طن أقماح و33 طن ونصف دقيق 72%، وما يقارب 4 أطنان ردة. ضبط 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت قرابة 365 طن أقماح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للقائمين على تلك المحاولات.